الفنانة القديرة ماجدة الرومي تزور تونس في هالوضع الصعب اللي تعيشه بلادنا. ماجدة كانت حاضرة في متحف باردو باش تعبر عن مساندتها لتونس قيادة وشعبا. نخليكم مع الكلمة اللي استطاعت مغرب 24 تي في تاخوها معها، لأنه ماجدة ما قدمتش ندوة صحفية في المتحف. من كل قلبي جاي وقف معكم اليوم إلكن على فنانين العالم العربي كتير، وعلي شخصيا أنا بعتبر إنه تونس ياسميني بقلبي، واللي بيعني شعبه وقيادتها بيعنيني أنا شخصيا وبيعني كرامتي أنا شخصيا. تونس قوية فيكن، قوية بشعبها، تونس بخير بقيادتها، تونس بخير. تونس عم بتعيش أوقات صعبة بتقطعها، لأنه كل الشعوب بيمروا عليها. كل الاحتلالات قالت هيك، أنا ما شفت مرة بحياتي، ما شفت مرة بحياتي احتلال قتل بلد. شفتوا احتلال بعركس، شفت صعوبات، شفت غدر، شفت طعنات بتعركس مسيرات شعوب مثل بلبنان. مش انتو اللي صالكن عمر بتقولولنا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. نحن اليوم من موقعنا وبكل الحب اللي فينا منقولكن إذا الشعب يوما أراد الحياة. تتمازج الموسيقى الشرقية بالموسيقى الغربية، نسمع حاجة ياسر أوريجينال وحلوة. هذا هو بروجي بيوند بوردرز باند اللي متكون من 3 عازفين توينسا و3 عازفين من ألمانيا، اللي قدموا سهرة ليلة 26 مارس 2015 في قصر البارون فضاء النجمة الزهرة. الجمهور تفاعل برشا مع الموسيقى، وهذا علاش حابين نفهموا من لي فونداتور متاع الجروب أصلوا فكرة بيوند بوردرز باند. قبلنا في ورشة كنت اقترحت لحن على الأولاد غاتي، ونالت التجربة، نالت أعجابهم، فقررنا نواصله. وصلنا هوني في دار البارون، جبنا عملنا اون ريزيدانس في ديسمبر 2011. بعد الريزيدانس هذيك عملنا عرض، ومن وقتها كبرت شوية بشوية، خرجنا الألبوم الأول وإن شاء الله على أبواب الألبوم الثاني. ونوع الموسيقى اللي نخدم عليها أنا في معناتها في الكورسيس سيانتيفيك نعمل ميوزيكولوجي، إن شاء الله نكمل في التيز نتاعي، ونخدم على ليشانج انتر كولتوريل، معناتها المبادلات الثقافية بين الموسيقى المقام والموسيقى الغربية. وهذا بالضبط الشيء اللي نلقاه برشا في الموسيقى نتاعنا، لانه حتى معناتها العازف العربي ما يلقاش العود اللي مستانس به، والمستمع العربي ما يلقاش العود اللي مستانس به، والمستمع الغربي كيف كيف يسمع في ساكسفون اما جديد شوي. I'm a musician, I play the saxophone mostly, so that's what I do. For me it's a personal benefit because I can play with my friends which is the best you can achieve maybe. You can work with your friends. So it gets more like, it gets more than work, it gets just friendship and fun. And for me is meeting Fadel, getting to know Fadel is just fun, you know. والله هما أول حاجة كانوا دي ميوزيسيان دو جاز عرب، معناتها عبارة عرب، مش من كثر ما استانسوا بالجو واستانسوا بالموسيقى العربية وعجبتهم، ولقاو موسيقتنا تناسبهم، ولي سونوريتي اون بلوس، لي سونوريتي مع الباتري والناي والساكس سوبرانو، سيتي مش نورمال، معناتها طيارة على الآخر الحكاية، وإكسبيريونس زادتني برشا أنا في حياتي. الجروب مازال عنده عدة عروض أخرى تنجموا تتابعوها خارج وداخل تونس، ونخليكم مع إكستريم الموسيقى نتاعهم.